وي سلام عليكم. سوق ده عامل ايه؟ الفترة الصغيرة فاتت كنا بنقول يا ريت اللي محتاج يغير موبايله دلوقتي ينتظر الموبايلات الجديدة أحسن، وخلاص دلوقتي وقت الانتظار خلص، عشان 95% من الموبايلات اللي احنا أصلا كنا منتظرينها خلاص وصلت السوق عندنا. فيهم الحقيقة اللي كان تسعيره كويس جدا وعادل بالنسبة يعني للسعر في الأسواق الخارجية، احنا متابعين الاتنين، وفيهم اللي خايب أملنا وما كانش وفقا لتوقعاتك، أنتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين. بس في الأول وفي الآخر مسألة التسعير دي مش بتاعتنا، دي تخص الشركات، بس احنا كمستخدمين لينا اليد العليا. ليه؟ عشان احنا اللي معانا الفلوس، مش بس هنختار موبايل عادي، احنا هنختار الافضل في كل فئه، عشان اعرف قد ايه ان فعلا يعني في ناس كتير بتكون يعني شقيانه بالفلوس دي، مش اللي هو بقى هيغير الموبايل كل شهر وشهرين وشغل الرفاهيه قوي دوت. فانا اولها كده يا جدعان حابب الفت نظركم لحاجتين، ان جميع الاسعار هي وقت تسجيل الفيديو، وان الاسعار اللي هنقولها دي ممكن تزيد من 100 ل 200 جنيه على حسب المكان اللي بتشتري منه. فاعمل اتعمق اكتر من كده، متنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب لحسن ممكن تستفيد القناه ديت، وفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. هنقسم الهواتف وفقا لفئاتها السعريه، واول فئه معانا هنا هي من 2000 جنيه لاقل من 2500 جنيه. بس الاول كده هنيجي لصاحبنا اللي هو حابب موبايل تحت ال 2000 جنيه، فاحب اقول لك بلاش احسن، صدقني حرام حرام اللي يخليك ترمي فلوسك في موبايل ب 1500 جنيه بامكانيات متواضعه وبعد اقل من سنه بالكتير، صدقني هتيجي تحتاج ان انت تغيره. ليه؟ هيبقى عندك مساحه كافيه ولا رام كافي ان انت تستخدم الموبايل بالحريه الكافيه. فاحنا دلوقتي هنا عاوزين على الاقل 4 جيجا رام، 64 جيجا مساحه داخليه، عشان تمسك موبايل ما يقرفكش، فيا ريت ما تتنازلش عن كده، ده الحد الادنى دلوقتي عشان تمسك موبايل كويس. فبنصح جدا لا حوش او انتظر او اي حاجه، المهم ما تشتريش غير لما يكون معاك على الاقل 2000 جنيه. موبايل كويس جدا من انفينكس هنا، وهو هات 10 بلاي، شكله شيك ما في الظهر، شاشه كبيره جدا 6.82 بوصه، كاميرا اساسيه 13 ميجا بكسل، شيب هيلي G35، ايوه ينفع الالعاب، حتى الموبايل ده فيه كلمه بلاي في الاسم بتاعه. طبعا الفكره كانت ان يعني موبايل جيمز اقتصادي رخيص، وده يعتبر يعني احسن موبايل حقيقي بالسعر ده. سعر الموبايل ده دلوقتي 2000 جنيه 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. في ناس تانيين الميزانيه المخصصه للشراء معاهم يا دوب 2500، اقول له طب ينفع تزود مثلا 500 كمان تاخد موبايل مثلا يعني احسن بكتير، يقول لك لا والله انا اخري 2500. مفيش قدامك غير ريدمي 9، ريدمي 9 كان موبايل اسطوري من شاومي ونزل في اواخر السنه اللي فاتت، وكان دايما بطل فيديو افضل هواتف في فئته، بس مع نزول هواتف اعلى واحسن وفي نفس الوقت كمان المعروض او الكميه الموجوده الستوك الموجود منه بقى خلاص يعني قليل جدا عشان ما فيش جديد هينزل، فالموضوع بقى صعب ان احنا نرشحه. بس طالما احنا مضطرين هنا فانا مطمن جدا وانا برشح ان اقول لك ان الموبايل ده احسن موبايل تحت ال 2500 جنيه. بيجي بتشيب هيليو جي 80، تشيب العاب، بطاريه كبيره 5020 ملي امبير، بيدعم الشحن السريع ب 18 واط، بس الشحن اللي في العلبه الحقيقه 10 واط بس. شاشه فول اتش دي بلس. بنأكد يا ريت يا جدعان ما تشتريش الموبايل ده دلوقتي غير لو ما تقدرش تزود عن كده، انت خلاص اخري 2500، عشان شاومي نزلت موبايلات تعتبر يعني صفقه احسن واحدث في الفئه دي. سعر الموبايل دلوقتي 1450 جنيه 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه، بقى من 2500 جنيه لاقل من 3000 جنيه. من اول فئه دي كده وانت طالع شاومي نزلت كميه موبايلات رهيبه في الفتره اللي فاتت، وتحس ان هم عايزين يستحوذوا يعني على اكبر حصه سوقيه ممكنه، فاحنا كده هننقي الافضل في كل فئه. فينا اختيارات مميزه كتير، اولهم ريلمي سي 25، موبايل كويس جدا من ريلمي، وعلى فكره ده الموبايل الوحيد اللي بنصح بيه من سلسله السي كلها، صراحة سلسلة مضروبة بالنار، انسى سي 15، سي 12، انسى أي حاجة حتى سي 15 وحتى سي 17، لأن هتندم على شرائهم دلوقتي، عشان ريلمي الحقيقة من بعد ريلمي سي 3 ما نزلتش أي حاجة تستحق الشراء في السلسلة دي، بس ريلمي سي 25 فعلا موبايل مميز وكويس جدا، لأن هو بيجي بمعالج ألعاب في الفئة دي من ميديا تيك التايوانية هيليو جي 70، أيوه يعني مش أقوى حاجة طبعا في فئته، وريدمي 9 كان أحسن منه، ولكن يعتبر شغال مش وحش وخاصة للجيمرز. شاشه من نوع اي بي اس، دقتها 720 بي برضك مش اعلى حاجه في الفئه، وبيجي بثلاث كاميرات والاساسيه 48 ميجا بكسل، بس المميز فعلا الكاميرا مميزه وكمان البطاريه الضخمه 6000 ملي امبير ومدعومه ب 18 واط شحن سريع، والموبايل بيجي بيو اس بي تايب سي. بس الموبايل ده زي ما قلنا مش مميز قوي غير لو انت من محبي هواتف ريلمي، انا عايز موبايل ريلمي، عاوز احسن حاجه من ريلمي في الفئه ديت، يعتبر الاختيار الافضل بالنسبه لي. سعر الموبايل ده دلوقتي 2790 جنيه 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. كان في موبايل هنا بقى كنا دايما يعني بننصح بيه الشهرين اللي فاتوا وكان عليه عرض كويس جدا، وهو
سامسونج جالاكسي M21 كان عامل حوالي 2700 جنيه وكان يعتبر ايوه صفقه حقيقيه، ولكن دلوقتي خلاص العرض اتشال وراجع لسعره القديم ومش معانا في الفيديو، راجع 3500 جنيه ما يستحقش الصراحه تقتنيه بالسعر ده. على فكره يا جدعان الفيديو ده بيتعمل كل شهر تقريبا على القناه. في بقى عندك الناس الرايقه بتحب تجربه الاندرويد الخام اندرويد 1، وتسيبك بقى من واجهه الشركات المعدله والدوشه دي، ففي هنا موبايل من نوكيا هو نوكيا 6.2، وحابب بقى تبعد شويه فكنا بقى شويه من الموبايلات الصيني انت دماغك فيها كده. الموبايل ده تعتبر يعني سعره نزل واصبح مناسب، وبيجي برده بشاشه مميزه 1080 من 720 بي زي الموبايل اللي قبليه مثلا، وده على فكره كان العادي قبل كده 720 بي كانت قبل كده العادي في الفئه ديت. معالج مناسب للتصفح والجيمز الخفيف سناب دراجون 636، هو عامه مش موبايل الجيمرز، والموبايل الحقيقه تصميمه بريميوم جدا وشكله شيك كمان، ازاز من الظهر وعلى الشاشه جوريلا جلاس الاصدار الثالث، ثلاث كاميرات والاساسيه 16 ميجا بكسل. سعر الموبايل ده دلوقتي 2777 جنيه، 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. الموبايل ده بنصح بيه لوالدك لوالدتك صدقني يعني هم هيحبوا اصلا فكره موبايل من نوكيا. كنا دايما بقى بنرشح موبايل هنا من هواوي في الفئه دي، بس للاسف موقف هواوي ومشكله الحظر عماله تزيد مش بتقل، يعني توقعنا ان ممكن المشكله هتقل ولكن دي بتزيد. كمان ناس كلمتني وقالوا لي ان هم باعوا الموبايل بتاعهم بعد اقل من شهر بس، بسبب ان حس الموبايل يعني مش قادرين يتعاملوا من غير خدمات جوجل واللي هي تعتبر عصب نظام الاندرويد. شاومي واللي كانت قبل كده بتنزل موبايلين بس في فئه نوت وبعديهم رقم، ولكن السنه اللي فاتت حصل ان هم غيروا الموضوع دوت لما نزلوا نسخه زياده في اخرها اس اللي هو النوت 9 اس، والسنه دي عائلات النوت بقى فيها اربع موبايلات، نوت 10 العادي، نوت 10 5G، نوت 10 اس، نوت 10 برو. والموبايل اللي عاوزك تركز معاه هنا هو ريدمي نوت 10 5G. الموبايل ده بيجي يعني بمعالج كويس جدا من ميديا تك اللي هو دايمنسيتي 700، كويس الفئه دي، معماريه 7 نانومتر، معماريه حديثه كويس جدا، ويعتبر موبايل الاداء الشاق والجيمز كمان. النسخه اللي بنصح بيها من الموبايل ده هي 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه، والموبايل بيجي بشحن سريع 18 واط او بطاريه 5000 ملي امبير وشاشه فول اتش دي بلس، والكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل. سعر الموبايل ده الرسمي 2999 جنيه، 4 جيجا رام 64 جيجا مساحه داخليه. ريدمي نوت 10 العادي غير نوت 10 5G بيتميز بانه بيجي بشاشه اموليد مش اي بي اس زي الموبايل اللي فات، ودي تعتبر شاشه اغلى في التكلفه وافضل، وكمان بيجي باسرع شحن في الفئه دي اللي هو 33 واط مع معالج اقل. طبعا هم دايما كده يعني بيديك حاجه ويشيل منك ميزه ثانيه عشان يعمل لنا فرق واضح ما بين الموبايلات. والمعالج هنا يعتبر كويس الحقيقه ومش وحش، سناب دراجون 678 توقعته هيبقى يعني متواضع ولكن اداني شغل كويس جدا، اشتغل على جوده عاليه وحتى لعبه زي فورتنايت شغاله اقل اعدادات كانت 20 اف بي اس. اربع كاميرات في الظهر والاساسيه 48 ميجا بكسل، بطاريه 5000 ملي امبير. سعر الموبايل ده دلوقتي 2950 جنيه، 4 جيجا رام و64 جيجا مساحه داخليه، ودي النسخه برده الوحيده اللي بنصح بيها هنا من الموبايل ده والموبايل اللي قبله. فئه من 3000 جنيه لاقل من 3500 جنيه، في هنا اكتر من موبايل جديد نزلوا، بس كل موبايل حقيقه فيهم خازوق او فيهم عيب، كاميرا حلوه يشيل منك المعالج وهكذا. خلينا مع موبايل نزل اخر السنه اللي فاتت وما زال يعتبر من افضل الاختيارات اللي موجوده في فئته، هو بوكو اكس 3 ان اف سي. موبايل شكل تصميمه مش افضل حاجه فعلا كشكل بس، انما موبايل عملي جدا، بيصلح لاكثر من استخدام، معالج سريع في الالعاب، سناب دراجون 732 جي، كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، طبعا نتايج كويسه، في ان اف سي حاجه عظيمه، ستيريو سبيكر، شحن سريع 33 واط، ويعتبر عامه باكج كويس بسعر 3450 جنيه، 6 جيجا رام مش 4 مع 64 جيجا مساحه داخليه. ما تشتريهوش بس باكتر من السعر ده لاني اصلا كنت شايفه يعني عروض على حاجه زي 2 بي مثلا كان عامل 3300 جنيه. فايت بقى من 3500 جنيه لاقل من 4000 جنيه. في هنا النسخ الكبيره من نوت 10 اس نوت 10 5G، ما انصحش بالنسختين او بالنسخ الكبيره الحقيقه منهم. في هنا موبايل كتير منتظرين الحجز المسبق يبدا عليه، هم غالبا مؤخرينه لسبب ما عشان يبيع مثلا النسخه العاديه تبيع اكتر شويه. انفينكس نوت 10 برو موبايل جديد لسه ما بداش البيع المباشر ليه، بس يستحق فعلا انتظار، بيجيب معالج كويس جدا، ميديا تك هيليو جي 95، معالج العاب مع شاشه ضخمه بتردد 90 هرتز، بطاريه ضخمه 5000 ملي امبير، شحن سريع 33 واط، الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل، في كمان ستيريو سبيكر حاجه مميزه، باكج كويس الحقيقه برده وسعره كويس 3666 جنيه، السعر الرسمي 8 جيجا رام 128 جيجا مساحه داخليه. انفينكس الحقيقه بتميز نفسها بالحته بتاعت الرام الزياده وال
المساحه الداخليه في كل فئه بتنزل فيها. تعتبر دلوقتي هي المنافس المباشر لحاجه زي شاومي في معركه القيمه مقابل السعر. ريلمي يعني اعلنت ريلمي انسحابها خلاص بعد تسعيرها اللي جه يعني الحقيقه مخيب للامال لعائلات ريلمي الجديده. هنزل فيديو تاني ان شاء الله باقي الفئات، فتاكد انك فعل الجرس فتاكش الفيديو ده لو مهتم بيه. ما تنساش تقول لنا رايك في المباريات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو، ما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على انستغرام وفيسبوك، الروابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.